وبعد هالك يا كريم لوسيه دي اللي تزعلك وتخليك تعملي في نفسك ده طز بالفلوس. انا مش زعلانه على الفلوس يا عبد الله، انا خايفه لا نتبهدل على اخر الزمن. ان شاء الله ما نتبهدلش وربك هيستر. ولعلمك انا اقدر اقف واشتغل زي الاول واحسن كمان. عارفه بس طمني وقول لي ناوي تعمل ايه. والله يا كريم لحد دلوقتي ما في حاجه في دماغي، انما الحاجه اللي انا متاكد منها ان ربك ان شاء الله هيعدلها. احنا ياما مر علينا وعدينا الحمد لله. ربنا كريم. طب والبنات يا عبد الله؟ البنات هيحصل لهم ايه؟ البنات عاد ابو سعدك يا كريم ما تشيلنيش هم فوق همي. انا كل طلب منك انك تاخد بالك من نفسك وان شاء الله الحكايه هتبقى زين ان شاء الله. قول لي عملت ايه مع عبد الحكيم وقابلك ازاي؟ عبد الحكيم ما كانش موجود هناك. نعم يا اخويا، نعم يا سي عبد الله، يعني ايه ما كانش هناك؟ تلاقيه قابلك مقابله زي الزفت والعقربه مراته اديت لك كلمتين سم في جنابك وهي واقفه جنبه، صح ولا انا غلطانه؟ على اليمين ما كان هناك يا كريم، الوحيد اللي كان هناك مروان ولد، والحقيقه الواد قابلني مقابله كويسه قوي. صدق يا عبد الله عيلتكوا دي كلها ما فيهاش غير مروان. حقيقه هو واد ابن حلال، انت عارف ان الواد ده كان نفسه يخلص كل حاجه وانا هناك، بس يعمل ايه؟ الحكايه كلها في يد عبد الحكيم. بقول لك ايه يا عبد الله، انا عارفه يا حبيبي اني ساعات كلامي بيبقى تقيل على قلبك كده، بس اسمع اللي هقوله لك ده كويس. انا عايزاك لما تقابل عبد الحكيم اخوك تحط عينك في عينه كده وتوقف ملك نفسك، ما تبقاش طيب زي ما انت كده، وتقول له يا عبد الحكيم يا اخويا، هو انا عمري طلبت منك حاجه ولا سالتك ليا ايه ولا عليك ايه؟ يا راجل اللي انت بتطلبه ده ما يجيش حاجة، ما بصريش. انت لو حسبته صح هيبقى لك قد اللي بتطلبه ده مليون مرة. لعلمك بقى لو اخوك ده كان كل شهر بيدينا سحتوت سحتوت ما كناش وقعنا في المصيبة اللي احنا فيها دي، وعبد الحكيم هو سبب في اللي انت فيه. يا وليه حرام عليك؟ لا مش حرام يا عبد الله، ما هو لو كان اداك حقك ونصيبك بما يرضي الله ما كنتش وقعت في شويه النصابين وبقيت في الحال اللي انت فيه ده دلوقتي. خد رايح فين يا عبد الله؟ رايح المكتب يا كريمه. مالك؟ ما ماليش، حقك عليا يا عبد الله، ما تزعلش مني. اصل انا عايزاك تبقى جامد كده وما تقولش ده اخويا الكبير وده عرف وتقاليد، وابويا الله يرحمه كان خايف الارض تتباع وتتقسم والفلوس تروح كده وتيجي كده. يعني هو لو عايز يوصل لك كان وصل لك يا عبد الله. ايوه ما تبصليش كده، يعني انت عايز تفهمني عبد الحكيم بجلاله قدره محوش غير رقم تليفون واحد؟ لا يا عبد الله، معاه طبعا بس هما مش عايزين يسالوا فينا. عبد الحكيم عشان تعرف انك كنت ظالمه. ايوه عبد الحكيم يا اخويا، كيف؟ معقول؟ أنت من القاهرة؟ طب أشوف خلاص، ما بقوله. طب اعمل حسابك إن أنت تيجي تتغدى معايا أنا والبنات، هنستناك. الولاد هيفرحوا أول ما تجي تزورنا. خلاص هستناك يا عبد الحكيم. جاي؟ طبعا. أنت عايزة مني إيه؟ ايه اللي عاجبك فيا؟ حاجات كتير ملهاش اخر، حاجات تتقال وحاجات كده ما ينفعش تتقال، حاجات جوانيه يعني من زمان زمان قوي. بصراحه كده انا حطك في دماغي من قبل ما اتجوز الله يرحمه، بس النصيب جا كده وعرفت انك بتحب المعرقبه اللي اسمها ناديه. ما تغلطيش، مهما كانت تبقى مراتي. لا انا اقول على مزاجي واتكلم اللي انا عايزاه. كان عجبني انك راجل من وهدومك، واني اهل البلد يقولوا لو عايز تعرف حاجه او تسال عن حاجه اسال مروان
وده كان عجبني قوي ومالي دماغي. قولي ايه اللي خلاك تجي لغاية هنا وتخبط على بابي؟ وانا كمان لازم اعرف. اهل البلد كلهم فاكرين مروان مثل الجبل ما بتهزش، فاكرين مروان ما عندوش مشاكل، مروان بيدل العصا السحرية، الكل بيجي يشكي همومه ومحدش عارف اللي جواه.